احنا عايزين حاجه عن المحبه كده في الدين الاسلامي يعني ايه بما اننا موجودين الدكتور وائل موجود ويعني ايه حاجه عن المحبه ما بين الشعب المصري الدين المسيحي يرمز للمحبه والدين الاسلامي يرمز للرحمه فاذا اجتمعت المحبه مع الرحمه كان السلام كان السلام حاجه من الدكتور وائل برضو عن المحبه بالنسبه ان احنا برضو احنا حضرتك قلت ان الشعب المصري خليه واحده مش نسيج واحد عايزين كلمه من المحبه عن وجودنا مع بعض مسيحيين ومسلمين نعم. اللي بتأزر اعيادهم آآ وجودهم آآ وجودنا في شهر رمضان في وقت واحد الحقيقه واحنا بنحتفل بهذه الاعياد احنا عندنا شعار في ال... في الكنيسه الانجيليه وصاحب الشعار ده الدكتور القس ثروت قادس آه هو في المانيا هو رئيس اتحاد الجاليات المصريه في المانيا ونائب رئيس اتحاد الجاليات المصريه في الخارج الحقيقه هو استاذنا يعني هو اللي علمنا علم الحوار واسس علم الحوار آه. الديني الاسلامي المسيحي في جامعه فرانكفورت في المانيا فعلمنا كده ان احنا في مصر نعيش معا دي حقيقه ده واقع آه. ونفكر معا ونعمل معا ونحتفل معا ما ينفعش واحده من اضلاع المربع دوله لازم ن... احنا بنعيش معا ده واقع ولازم نفكر معا فنعمل معا بترابط حقيقي ونحتفل معا فالاحتفال يجمعنا ويظهر دائما منذ فجر التاريخ ان الانسان المصري انسان ذو عقيده وذو وطن ذو ايمان لا نقول عن انفسنا نحن فقط المؤمنون لكن الإنسان المصري منذ فجر التاريخ نشأ على الإيمان حتى إن كان إيمانا مختلفا عنا لكن في يوم من الأيام إخناتون نادى بتوحيد الدين بتوحيد الله, الله. بتوحيد الإله, الإله وه وهذه إشارة عظيمة إلى أن الإنسان المصري إنسانا بطبعه يميل إلى الدين ويميل إلى الخضوع إلى الله وإنسان متحضر نتيجة هذا الإيمان فالإيمان بالله لا يجعلنا نتراجع ولا, ولا يجعلنا ننزوي ونبتعد عن العلم والحضاره ولكن يدفعنا الى هذا الامر دفعا ان شاء الله نكون دايما ايد واحده ان شاء الله نسيج واحد نعم. على قلب رجل واحد في مواجهه اي ضغوط خارجيه على مصر او اي حد عايز يفرق الشعب المصري من بعضه المصري هو المسيحي وهو المسلم فهم الاثنين واحدة واحده ويا رب ان شاء الله باذن الله على مدى الحياه نكون ايد واحده